العقيد ركن تركي المالكي. أهلا بك سعادة العقيد. إذن بداية، ما هي مسببات إطلاق عملية تحرير الحديدة في مثل هذا التوقيت وأهمية هذا الأمر؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير على المشاهد الكريم. أعتقد أنه هذا الوقت المناسب لبدء عمليات تحرير الحديدة. استنفذت كافة الجهود السياسية التي بذلها المبعوث الخاص وكذلك المجتمع الدولي لتسليم مدينة الحديدة وتسليم ميناؤها. القرار هو قرار الحكومة اليمنية الشرعية، قرار الجيش الوطني اليمني. التحالف وقيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم هذا القرار بإذن الله تعالى لتحرير المدينة وتحرير ميناء الحديدة. تحرير مدينة الحديدة لا يختلف أي اختلاف عن أي مدينة أو مديرية موجودة في اليمن، هو حق أصيل من حق الحكومة الشرعية وحق الشعب اليمني في تطهير الأراضي اليمنية وإعادة الشرعية إلى كافة المحافظات والمديريات في اليمن. نعم سعادة العقيد، أيضا سأسألك عن سير العمليات في الحديدة، لكن قبل ذلك وهو السؤال المهم، كيف سيتم التعامل مع الأوضاع في الحديدة من الجانب الإنساني؟ الجانب الإنساني والجانب الإغاثي من اعتبارات قيادة القوات المشتركة للتحالف، نحن وضعنا خطة تكاملية مع الجيش الوطني اليمني وبإشراف من الحكومة اليمنية الشرعية في هذا الجانب. سياسة التحالف السابقة في تحرير مزيد من الأراضي والبدء الفوري في عمليات الإغاثة والعمل الإنساني. المدنيين الموجودين في المدينة هي من أهم اعتبارات الجيش الوطني اليمني وكذلك قيادة القوات المشتركة للتحالف. القوات كانت موجودة على مسافة تقريبا 9 كيلومتر في الفترة الماضية، أعطيت كافة الجهود، أعطيت المساحة لإيجاد حل سياسي يضمن تسليم المدينة وتسليم ميناؤها، ولكنها رفضت من الميليشيا الحوثية وبذلك اتخذ القرار ببدء عمليات تحرير مدينة الحديدة. الجانب الإنساني، لدينا الخطة الموازية للعمل العسكري. الخطة الإنسانية سوف تبدأ بإذن الله تعالى مع تحرير الميناء. هناك حاليا عدد سفينتين ممولة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة موجودة في منطقة قريبة من منطقة العمليات، سوف تتوجه بإذن الله تعالى من اللحظات الأولى بعد تحرير الميناء. هناك خطط أيضا للوضع الإنساني، هناك خطط تم وضعها سواء بتوفير الإغاثة من خلال العمليات الجوية أو من خلال السفن البحرية وكذلك العمل البري. نعم، أيضا سعادة العقيد فيما يتعلق ب ايضا العمليات في لتحرير الحديدة، لو تحدثنا عن سير العمليات ايضا في هذا في هذه المحافظة. العمليات هي بدأت صباحا اليوم ولله الحمد بعد اتخاذ القرار. بدأت بعمليات اسناد جوي قريب ضد العناصر ميليشيا الحوثية والمتحصنة جنوب المدينة. كان هناك تقدم في الدقائق الاولى والساعات الاولى من العمليات. الميليشيا الحوثية نشرت الكثير من الألغام بجنوب مدينة الحديدة. الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف تقوم بنزع الألغام، وبدأت الاشتباكات مع الميليشيا الحوثية. هناك عدة محاور سواء كان من الجنوب باتجاه مطار الحديدة أو باتجاه مدينة الحديدة، وهناك عدة محاور مساندة من الجهة الشرقية للمدينة. نعم، أيضا سعادة العقيد فيما يتعلق بميناء الحديدة، كيف سيتم التعامل معه بعد تحرير المدينة ومن سيقوم بتشغيل هذا الميناء؟ طبعا تحرير مدينة الحديدة أو تحرير ميناء الحديدة سيعود بالخير وعمل إيجابي للحكومة اليمنية الشرعية. الجميع يعلم التهديدات التي تنطلق من ميناء الحديدة سواء باستهداف السفن التجارية والتي كان آخرها السفينة التركية تقريبا قبل 3 أسابيع، كذلك تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. هناك الكثير من الإيجابيات في تحرير المدينة وميناؤها سواء بتأمين الساحل الغربي من التهديدات الإرهابية. سوف يتم قطع الأيادي الإيرانية بتهريب الأسلحة وخصوصا الأسلحة البالستية والصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. سوف تعود الحياة طبيعية بإذن الله تعالى إلى مدينة الحديدة وميناؤها، تدفق المواد الغذائية واللازمة وكذلك الإنسانية إلى الميناء، والتسهيلات التي سوف تقوم بها قيادة القوات المشتركة للتحالف في دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة. الميناء بإذن الله تعالى في عندما يتم تحرير الميناء
سوف يستمر العمل في الميناء بإذن الله تعالى، سوف تعطى كافة التصاريح للسفن والتي تطلب التوجه إلى ميناء الحديدة، سوف يتم المحافظة على العاملين اليمنيين الموجودين في ميناء الحديدة، هناك خطة تكاملية مشتركة مع الحكومة اليمنية الشرعية من قيادة القوات المشتركة للتحالف باستمرار عمل الميناء وبالطاقة الاستيعابية بإذن الله تعالى. نعم، أيضا سعة العقيد من المعلوم وكما أشار أيضا الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى استغلال الميليشيات لهذا الميناء لتهريب الأسلحة وكذلك لزرع وتهديد الملاحة البحرية الدولية وزرع الألغام البحرية، كيف سيتعامل التحالف مع مثل هذه الألغام البحرية بعد تحرير الميناء وأيضا أثناء سير العمليات حتى الآن؟ قيادة القوات المشتركة للتحالف تتعامل مع كافة التهديدات في الفترة الحالية والفترة السابقة بالقضاء وتدمير وتحييد هذه القدرات، سواء كانت عن طريق الألغام البحرية أو سواء صواريخ الدفاع الساحلي، هذه يتم التعامل معها سابقا. المخاوف الدولية والإقليمية الموجودة حاليا بالساحل الغربي لوجود الميليشيات الحوثية الإرهابية سوف إن شاء الله تتلاشى بعد تحرير مدينة الحديدة. كما ذكرت لن يكون هناك أي تهديد لحركة السفن التجارية أو التجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بإذن الله تعالى. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركيا المالكي، شكرا جزيلا لك.